وينضم إلينا عبر الهاتف من صنعاء محمد الأسعدي المتحدث باسم يونيسيف. إذن الأوضاع في اليمن تصل إلى منحنى خطير أستاذ محمد، ما الأبعاد التي ترصدونها أنتم أيضا في يونيسيف بشأن هذه الأزمة الإنسانية في اليمن؟ أشكرك عزيزي. بالتأكيد الوضع الإنساني في اليمن يتفاقم يوما بعد آخر ويزداد سوء. هناك ملايين اليمنيين بحاجة إلى الغذاء وإلى الدواء، هناك ما يزيد عن 7 مليون مواطن بحاجة ملحة وعاجلة لتوفير الغذاء اليومي ليوفرها من أطفالهم، عن نصف هؤلاء من الأطفال. هناك ما يزيد عن 462,000 طفل تحت سن الخامسة فقط يعانون من سوء التغذية الحادة الوخيم، والطفل المصاب بهذا المرض قرب للموت 10 مرات مقارنه بالطفل السيء. المخاطر تزداد يوما بعد اخر مع استمرار الوضع الاقتصادي المتدهور، مع عدم قدره الحكومه على توفير اجور الموظفين الدوله، مع تعطل القطاع الخاص، وايضا كثير اكثر من 70% من الشركات العامله في مجال القطاع الخاص سواء كانت المتوسطه او الصغرى سرعت العاملين فيها، تعطل تقريبا الحركه الاقتصاديه بشكل عام، احتياج مهول، وايضا كميه تدفق للسلع الغذائيه لليمن محدوده مقارنه بالاحتياج. ايضا وان توفرت في السوق السلع الغذائيه لم تتوفر القوه الشرائيه لدى المواطنين لتوفير الغذاء وتوفير الدواء والسلع الاساسيه. هل هناك مناطق اكثر تضررا عن غيرها في اليمن؟ ما هي المناطق يعني الاكثر حاجه للمساعده دون غيرها؟ هناك ثوابت حقيقية أن اليمن البلد الأفقر في المنطقة العربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وواحد من أفقر دول العالم قبل هذه الحرب. هذه الحرب جرت من وضع سوء. المحافظات التي تقع على الشريط الساحلي الغربي، محافظة حجة والحديدة ومحافظة تعز أيضا، ومرورا بشريط الساحلي الجنوبي كمحافظة لحج وأطراف محافظة الشبوة وأبين، هذه أكثر المناطق تضررا وأكثر المناطق احتياجا. أيضا المحافظات الجبلية كمحافظة إب ومحافظة الضالع ومحافظة البيضاء هناك احتياج مهول، وهناك ارتفاع معدلات انعدام الغام الغذائي بشكل كبير. بمعنى أننا نبعد خطوة واحدة فقط عن المجاعة، وهذا يعني مؤشر خطير جدا. هل ينبغي للعالم أن يسمع وينتظر حتى تحدث الكارثة ومن ثم نبدأ بالتباكي والصراخ وإزداد المساعدات؟ على العالم أن يتحمل مسؤوليته اليوم اليوم تحديدا، أولا بتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة، رفع معدلات وتيرة التمويل وخطط الاستجابة الإنسانية سواء كانت من وكالة الأمم المتحدة كاليونيسف أو غيرها من المنظمات، أو دعم الحكومة ودعم الاقتصاد الوطني. هناك انهيار وشيك للمنظومة الصحية مما يهدد ملايين حياة ملايين الأطفال والمواطنين. طيب يعني حسب ما ورد في نداء الاستغاثة من الأمم المتحدة، وصول المساعدات يتعرقل بسبب القتال الدائر هناك خاصة من ميناء الحديدة. الآن ما هي الخطط أو ما هي البدائل لإنقاذ مئات الألاف من اليمنيين، وكيف يمكن إدخال المساعدات إليهم رغم أن القتال لم يتوقف؟ أنا أول حل ربما أول إفهام يمكن أن تساهم بأطراف الصراع لإيجاد مساعدات لهؤلاء العالقين الملايين العالقين بين هذين شراك الحرب والقتال، أولها السلام، التوصل لاتفاق سلام يمكن العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية من توفير المساعدات وتقديم المساعدات. ثانيا رفع وتيرة الدعم لخطط الاستجابة الإنسانية، وأيضا توفير البدائل من خلال دعم القطاع الخاص ودعم أجهزة الحكومة بالقيام بعملها ووظائفها على أكمل وجه. ثالثا ايضا توفير حلول ذات ديمومه واستئناف المساعدات النقديه التي كانت تصرف للفقراء والمعوزين من قبل. هناك اكثر من مليون ونصف المليون حاله كانت تعتمد على الضمان الاجتماعي، وهي مبالغ نقديه بسيطه تصرف للاسر الفقيره لتوفير اساسيات العيش. هذه المبالغ توقفت منذ مارس 2015 وحتى الان. هؤلاء الملايين من الاطفال ضاعوا وجوها وارواحا لهذه الارقام. تمام. مسألة صعبة للغاية تصور حجم الكارثة والاحتياج. شكرا لك محمد الأسعدي المتحدث باسم يونيسيف، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء.